كتاب الله، الصراع بين النور والظلام، هو العرض المسرحي الاستعراضي الفني الافتتاحي للنسخة 28 من أيام الشارقة المسرحية، والذي احتضنه مسرح قصر الثقافة مساء الأمس، وهو من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومن إخراج وتمثيل المخرج السوري جهاد سعد، وبمشاركة أكثر من 100 ممثل ومؤدي وفنان استعراضي، ومن إنتاج دائرة الثقافة بحكومة الشارقة. حكاية العمل واضحة جدا وراقية جدا ومهمة، يعني احنا ما نروح للأسباب، السبب الحقيقي هو اللي قاعد يحصل بين الظلام والنور. لما عشنا في سبات عميق يوم الظلاميين، سلط العرض المسرحي الضوء على الواقع الراهن في الوطن العربي عبر ثنائيات الصراع بين النور والظلام، الأبيض والأسود، والماضي والحاضر، العلم والجهل، الإسلام والتأسلم، والحق والباطل، الازدهار والاضمحلال في ظل الاستحضار الحي للأحقاب التاريخية المزدهرة للأمة الإسلامية والعربية بارتباطها وتمسكها برسالة السماء كتاب الله وهدي ونورانية منهجية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفق التداخلية الزمكانية والتدليل بنماذج لأبرز وأشهر الأسماء التي بزغت وسطعت في مختلف المجالات العلمية والمعرفية والثقافية والفنية، والتي سطرت تاريخاً وإرثاً إنسانياً معرفياً ساطعاً لقلعة الإسلام المزدهرة التي استقطبت العالم من الشرق والغرب لتكن الملتقى للأنام وواحة للسلام واستقراراً للأوطان. العرض جريء جداً، يتناول موضوع حديث جداً ومعاصر، ويجب أن شباب العالم العربي كله مع التغييرات يلي عم بتصير بالعالم العربي والأساوي يلي عم بتصير بالعالم العربي تتعلم من هذا العرض. المشهد السينغرافي كان لازم يطلع الصراع بين النور والظلام والمكتب والعلم ومكتب رئيس النورانيين اللي هو ماسك أداة العلم في العالم، وكيف بيجي تجي معه المجابهات مع الظلاميين اللي هم الناس اللي بدهم يوقفوا بطريق كل شيء نوراني، بدهم يوقفوا بطريق العلم وبطريق التقدم نحو الأمام. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. التدامج بين الشرق والغرب وقت اللي اجوا على دخلوا بالإسلام ودخلوا من الشرق ومن الغرب، من هون أنا بلشت انطلق. يعني بدنا ناخذ موسيقات من الشرق مثلا، لازم تكون في استعراض بيمثل بعض البلدان معينة من الشرق. من الغرب بدنا ناخذ نفس الشيء، بعض الرقصات الفلكلورية اللي من دول الغرب، وبالنهاية بيندمجوا مع بعضهم برقصة مشتركة موحدة. اعتمد العرض المسرحي الاتساق بالنص المسرحي الدرامي والعمل عبر منظومته السمعية البصرية التي تناسجت بالتكوين الجسدي التعبيري الحركي الاستعراضي، بعرضها حالتي الأمة الإسلامية والعربية وعلاقتها بالعالم الذي تأسى بها في ذروة ازدهارها ونجاحها ورخائها، المبني على أسس الإسلام السمحة من السلام والتسامح والمحبة والتعارف الإنساني الثقافي، وهو ما عكسه الصراع بين الشخصيات المسرحية بطرحها الدرامي لمجموعتي النورانيين من العلماء والظلاميين من المتأسلمين المتطرفين المنشطرين على ذواتهم ومجتمعاتهم وأوطانهم بمختلف أشكالهم على مر العصور، الداعين لنشر التخلف والدمار، الجهل والموت والهلاك بهيمنة الشر على الخير في لحظات غدت محورية من السبات العميق للعلم والعقل والعلماء والمفكرون، وهو قمة انحرافات المسارات الصحيحة على مر التاريخ لتكن العودة بالنهوض والتنوير والتصحيح بالتمسك بمقومات الازدهار، كونها اللحظات التاريخية المضيئة للأمة والتي بها دحرت باليقين والحق الظلام والباطل وفق منهج نور كتاب الله والإسلام الحق.